خليني ابدا معاكي من اسم البرنامج. الحقيقه انه احنا فعلا نقدر نقول دلوقتي ان احنا بقينا في عصر الشباب من 2016 لما كان عام الشباب تحديدا 2018 لحد دلوقتي. الحقيقه انه الدوله بتقدم مبادرات كل سنه وكل يوم، نقدر نقول ان كل لحظه في مبادرات شبابيه. شايفه ازاي ما تقوم به الدوله للشباب على مدار الفترات الماضيه؟ هو فعلا زي ما انت قلتي عصر الشباب الى جانب عصر المراه الذهبيه، ولكن عصر الشباب لان بفضل القياده السياسيه قدرنا نحول 60% من الموارد البشريه اللي هي حجم فئه الشباب من فئات مهمشه الى فئات مفعله خلال المجتمع المصري. كان بدايه من خلال البرنامج الرئاسي، وهي مبادره رئاسيه اصدرها سياده الرئيس السيسي. هذا البرنامج الرئاسي لتنميه وتاهيل القيادات الشبابيه، وبالفعل تم تدريب يعني مجموعه من الشباب على ايادي متخصصين من خلال الاكاديميه الوطنيه للتدريب، اللي أسفرت عن 23 شاب أصبحوا نواب للمحافظين. برضو اهتمت الدولة جدا أن هي يكون في تواصل مباشر بينها وبين الشباب من خلال مبادرة أخرى رئاسية، وهي مبادرة المؤتمر الوطني للشباب. هذا المؤتمر كان بمثابة تحول نوعي في العلاقة فيما بين الدولة والشباب. ليه؟ لأن أصبح هناك منصة حوارية مباشرة بين مؤسسات الدولة كلها بوزاراتها والقيادة السياسية على رأسها وبين الشباب. دي يا أستاذة نانسي بنسميها الديمقراطية المباشرة. الديمقراطية المباشرة دي لم تحدث إلا في العصور القديمة جدا، ولكن استطاعت الدولة المصرية منذ هذا المؤتمرات أن تفعل هذه الديمقراطية المباشرة من خلال دراسة احتياجات الشباب، توجيه الشباب، توعية الشباب بما تقوم به الدولة. وبالفعل هذه المنصة الحوارية تمام انتقلت من مجرد محلية إلى مؤتمرات الشباب العالمية. هنا تم استخدام الشباب، مش استخدام الشباب، تفعيل شبابنا المصري من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية. يعني من مجرد شباب إلى عادي وطني إلى شباب عالمي زي ما احنا بنقول، لأنه استطاع من خلال مؤتمرات الشباب العالمية أو الشباب العالمي أن هو يحقق أهداف السياسة الخارجية في عودة ريادة مصر العالمية. صحيح. هنا بنذكر برنامج الإنمائي للأمم المتحدة لما قال أن مصر قدرت تستثمر في الشباب، قدرت تجعلهم مشاركين في العمليات التنموية. وايضا ما ننساش تنسيقيه شباب الاحزاب اللي هي حققت لي حاجه اسمها الديمقراطيه التشاركيه، جعلت ان الاحزاب من مجرد احزاب اللي احنا بنطلق عليها احزاب كرتونيه الى احزاب تنمويه. تنسيقيه شباب الاحزاب بتقعد دلوقتي تشوف المشروعات الصغيره للشباب. طبعا واخيرا فكره التنسيقيه تحديدا، يعني زي ما حضرتك قلتي لو كنا بنتكلم على منتدى الشباب اللي هو كان تطور نوعي في العلاقه بين الشباب والدوله، الحقيقه ان تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين تحديدا، وبشكرك الحقيقه انك طرحتي هذه الفكره، كانت طفره في الحياه السياسيه في مصر. أكيد. ونضيف على الكلام انه الشباب عن طريق التنسيقيه او حتى منتديات الشباب اصبحوا الان صناع قرار، مش جدا. فقط موجودين للتواصل او لعرض الافكار، لا الحقيقه ان هم دلوقتي كمان اصبحوا هم صناع سياسات الدولة. بالفعل صحيح. من هذه النجاحات تم إنشاء أو تدشين أكاديمية، مش أكاديمية، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة للشباب. هذا الاتحاد بقى ميزته وجماله إن هو كان ملتقى لجميع فئات الشباب الناجحة، سواء من القيادات البرنامج الرئاسي، سواء من تنسيقية شباب الأحزاب، سواء من الشباب المتطوع في المجتمع المدني، إلى جانب تفعيل هذا الاتحاد في مشروعنا وأيقونة نجاح المنظومة التنموية اللي هي حياة كريمة.